على الانفيتيشن. شو بتقول كلمه اليوم عبرا؟ شوفوا نحن وين بهالامسيه اللي دعيتنا لنجتمع كلنا مع بعض للاحتفال سواء مسيحيين او مسلمين مع بعض. اول شيء شكرا لك. كيف بالانجليزي؟ You can speak English. That's okay. Thank you very much, Yani, for coming today. It's a Christmas party for the Bexley branch and also for the Arabic Friends of Labour, which is a very active, a very effective group within the Australian Labour Party. And I thank you for very much for coming today to cover the barbecue and cover the work of the Arabic community. Last time you invited us to Independence Lebanon Day. Yes. اليوم عم تعملوا هاي المشاركة. يعني always active انت. هلا تحكيني بالعربي. You always active. Yeah, always active. Yes. Yeah, look, يعني مهم انه احنا نشارك. مهم نكون احنا فعالين. فعالين. لانه احنا بهاي المجتمع الاسترالي اللي احنا عايشين فيه. ولادنا ولاد ولادنا اللي عايشين فيه لازم يندمجوا بالمجتمع ويكونوا فعالين فيه. طيب نحن فعالين بقضايا الشرق الاوسط وغيره. بدنا ننسى بس انه نحط يعني نظرنا على ولادنا واطفالنا وعائلتنا. هلا كنت عم بحكي مع سحر وسوزان قلت لها ليش جايين اليوم؟ قال لهم لازم يكونوا بارت من الكاتشا تبعتنا، لازم يندمجوا بهالحضاره. عرفت كيف؟ وما ألزهم لك بدهم يساعدوا بيقدموا خدمات. ايوه شفتي الصبايا موجودة. يعني هذا جيد. نحن عم نجرب نشارك الشبيبه بالعمل السياسي وغيره على الذي يعرفوا انه عندنا حقوقنا هون. طبعا هون كمواطن استرالي عنده حقه. عنده يعني مش مثل بلادنا للاسف بلاد العربية حقوقنا معدومه. بما انه حقوق كليا هي كلها كنت على مقابلة مع قناة راديو لبنان صوت المحبة. لا ما بعرف شو اسمه بس اسمه اللبناني انا وعبرنا عنها يعني انه لبنان جميل جدا ونحن بنحب لبنان وغيره. بس ولكن لما بتشوف الفساد، لما بتشوف الفقر، لما بتشوف الزبالة، لما بتشوف المجاريح، لما بتشوف الاقطاع وكل هالشغلات السلبية نفسها يعني بتحسي انه انت يعني انت عايشة هون بالجنة. وهيدي نحن لازم نحترم بلدنا اللي هي تحترمنا هون. لبنان يعني نحن نحب لبنان بس نحن نحبه يكون احسن ما هو هلا حاليا. ونحن نشجع يعني كل اللبنانيين هون واللبنانيين هون من الاستراليين انه يوقفوا مع الحق ومع الصوت العربي، الصوت اللبناني. خلص ما بقى بدنا خلص السياسة. بقى تفرقه، ما بقى بدنا على الامور كلها. يعني نحن نعيش في بلد عام متعدد الحضارات والثقافات نعيش وخير. بينما بلادنا للشغل من السبعينات نحن تفشونا قبل ما نخلق نحن وهن بيتخانقوا وبعضهم بيتخانقوا وهن بيستفيدوا والشعب بيهاجر وبيصير فقير وبيهاجر وبيتشرد. هلا انا سناتور بدك تقول لنا كيف الواحد بيقدر يصير سناتور هون لاولادنا نشجعهم لسوزي وكلياتهم او سناتور يكون عضو فعال بالبرلمان؟ لكن هون الاسترالي السيستم الاسترالي فاتح المجال لاي مواطن انه يدخل بالاحزاب الاستراليه ومن خلالها بيدخل على الدائرات الحكوميه او بيصير عضو بلديه او نائب ستيت او نائب فدرالي. يعني ما في تفرقه القانون. هلا طبيعي بضل في شويه عنصريه هيك وهيك بس القانون سامح لك. وعلى ذلك بتلاقي انت مواطن استرالي يحق لك ان تشترك بالانتخابات. كان رئيس الولايه فيكتوريا ستيف ريكس اصل لبناني. حاكمة نيو ساوث ويلز شو اسمها ماري بشير. هلا رئيس مجلس الشيوخ بالولايه نحن فيها جون عجاء توماس جورج نائب رئيس نائب سبيكر بالبرلمان. يعني في الرئيس السابق كان من اصل ايطالي هون. المغترب مغترب صار استرالي. بعد ما تاخذ الجنسيه بصير حقوقك مثل حقوقي انا مثل حقوق اي رئيس الحكومه. بتقطع على الاشاره هو بيقطع مثلك، بتقطع مثله مواطن مساواه. هيدي نحن بدنا اياها ببلادنا العربيه وهيدي اللي معدومه ببلادنا العربيه. على ذلك هون مجال مفتوح لنا انه نشارك. على ذلك مثل سوزان ولادنا انه نشاركهم نشجعهم يدخلوا بالنشاط السياسي خاصة لأنه من خلاله بتوصلي صوتك، بتوصلي صوت الجالية، بتوصلي من خلال أنت حضرتك أنت قبل كمان نحن بنسمع هلا نحن بالاجتماع بنسمع آراء وأفكار كمان هذه بننقلها للمجلس. طيب بدك كلمة توجهها لأبناء الجالية العربية الموجودين بأستراليا. أنا بدي هلا شو بتقول لهم؟
مثل عم نحكي يعني انا اناشد كلهم يعني الكبار والصغار انه يشاركوا بالعمل السياسي باستراليا وبالعمل الاجتماعي يساعدوا السميث فاميلي يساعدوا السلفيشن ارمي كل هالمؤسسات المدنيه انا كل ما بروح على ملبون برجع بدفع دونيشن للسلفيشن ارمي كل اللي معي بعطيهم او اي مؤسسه تعمل عمل خير لانه انت بتفرجي انت مواطنه من بالمجتمع الاسترالي وانا عم بيفيدني هالبلد انا بدون شك بس كمان من الاهم او من سويت الاهميه ان يدخلوا بالمؤسسات الاستراليه لصناعه القرار يعني اللي مهم اللي له اسم له دور له صوت وهي الاحزاب الاستراليه اللي كان الاحرار عمال جرينز اي حزب ما مشكله أنا عندي انا لا شك بشجعني كل حزب عمال من شهر تقريبا اهولي شو حيعملونا اهولي شو حيعملونا انت ما ضروري يعملكم بس ابن بلدنا دخل على هذا البرلمان صار لنا اسم فيه هو بيحكي باسمنا بعرف انه بيها اي مشاهده اي شيء هي الشغله اللي بنواجهها كثير بتشكي اما بتحكي مع شخص بدك تبني يعني بعد ما بالضبط شو بتساعدني بالسنتر او شو بيطلع لي اذا دخلت حزب عمال او حزب الاحرار شو بيطلع لي هيدا التفكير لازم يغيره ان شاء الله مع الوقت هذا التفكير عم يتغير يا رب شكرا تحكي عربي احسن من 100 واحد عربي الف شكر سناتور شوفوا نحن وين هون شوكت مسلماني في مركز بيكسلي للاحتفال بعيد الميلاد واصدقاء حزب العمال الف شكر We are in the Australian Labor Party travelling extremely well. Whether in New South Wales or federally, Labor has a good chance of coming into power in New South Wales, but particularly given the Scott Morrison government and the shambles of the Turnbull government and the terrible government of the Abbott government before that. They've had a very bad run and they've given the people of Australia very bad policies that we are not proud of. And one of those policies is, as you've heard today, with Scott Morrison announcing that he will shift the Australian embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Going against not only many advice, going against international law, going against many nations around the world saying that this should not happen, but importantly, going against the Australian people who in 2017 were polled and 73% of Australians called for a Palestinian state, called for the recognition of a Palestinian state. So for this Scott Morrison conservative liberal government to destroy the opportunity for a Palestinian state by recognizing and importantly shifting the Israeli embassy from Tel Aviv to Jerusalem ruins the opportunity for a peaceful settlement in the Middle East and he and his government must be condemned. Now, February, as you will have seen and will know, we have a national conference coming up on the 16th, 17th, 18th of December, where Labor nationally will debate many of those policies. But one that is so important, that showed the Australian Labor Party had shifted position on Palestine, and this time a number of state conferences will recognise in support of the Palestinian people, will recognize the state of Palestine. And that is a huge shift that differentiates between the Australian Labor Party and the Liberal Conservative Party. Recognizing the rights of people, the Palestinian people on the one hand, by the Australian Labor Party, and not supporting the rights of those people in the Middle East as the Conservative Scott Morrison government is doing. So we hope that whenever the election is on, whether it's in February, March, April, or May, that the Scott Morrison will see the door and the Australian Labor Party led by Bill Shorten will be in government. And I congratulate Bill Shorten in advance because he has a strong United Party behind him. Now I'll cut to the state of politics, and as you know and hear, we now have a new leader. In Michael Daly. Michael Daly is a friend of ours.
a strong supporter of multiculturalism, and he's someone who is personable, approachable, and he has great policy ideas. And it is his leadership and the leadership of the entire team and the unity of the entire team ensured, as you have seen in recent times, that the Australian, that New South Wales Labor Party is leading in the polls, 52-48. So that gives us a great chance of getting into government. Now, it's not easy, it's going to be tough. We need a 9.5% swing to win 13-14 seats to be a government on our own. But we could win a minority government if we have a 7% swing. 6.5-7% swing, we could have a minority government with the independents. And if we do, it will be salvation for the people of New South Wales. Because the Liberals in government have destroyed New South Wales. Everything they do has meant destruction, whether it's selling all the assets, the public assets, the poles and wires, the ports, for the Port Kembla, Port Botany, Port Newcastle, even the Land Government's office. They've sold everything. And if they come back in, they'll sell whatever that's left. So we have, with your support and the support of the people of New South Wales, that Labor will come into government on the 23rd of March 2019.